بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. توجيهات مهمة لشباب الأمة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا شك أن شباب الأمة هم أساس البناء الإنساني الذي تقوم عليه الأمة. الشباب هم الناشئة الذين سيتحملون المسؤولية بعد آبائهم، والشباب فيهم من القوة البدنية والفكرية والمواهب الجديدة ما ليس عند الكبار. الكبار عندهم الحكمة والتجارب، والشباب عندهم القوة والاستعداد. فإذا تعاون الشباب والكبار في النهوض بالأمة حصل الخير الكثير. أما إذا انفصل الشباب عن آبائهم وعن كبارهم، تدخل الشيطان وتدخل شياطين الإنس والجن فيما بينهم، فانحاز الشباب إلى اتجاه آخر يضر بالأمة. من هنا النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بأمر الشباب، فقال لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكان غلاما صغيرا، قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فكانت هذه الكلمات منهجا للشباب يسيرون عليها، لأن وصية النبي صلى الله عليه وسلم لواحد منهم وصية للجميع: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. آل وصية تتضمن توجيهات عظيمة للشباب في عقيدتهم وفي سلوكهم وأخلاقهم وتوكلهم على الله سبحانه وتعالى وإيمانهم بالقضاء والقدر، فهي وصية جامعة عظيمة. وقال يوما لمعاذ بن جبل، وكان شابا أيضا من شباب الأنصار، وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله، قال: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله، قال: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله، قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فهذا توجيه للشباب يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب لله على خلقه: عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا هو الذي خلقهم الله من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وحق العباد على الله، حق الله على العباد واجب وفرض، ليس لهم فيه اختيار، إن شاءوا فعلوا وإن شاءوا لم يفعلوا، بل يجب عليهم ذلك، تحكم عليهم ذلك. أما حق العباد على الله فهو تكرم من الله جل وعلا، تفضل من الله،
وإلا فإن الله لا يجب عليه شيء لأحد، وإنما هو تفضل وحق تكرم به سبحانه لا يعذب من لا يشرك به شيئا، دل على أن التوحيد ضمانة من العذاب، إما مطلقة أن لا يعذب أبدا، وإما أن لا يخلد ويؤبد عليه العذاب إذا عذب بذنوبه، بل يخرج من النار ويدخل الجنة ما دام أنه من أهل التوحيد ولم يشرك بالله شيئا. ودل على أن من أشرك بالله شيئا فإن الله جل وعلا يعذبه عذابا مؤبدا لا سعادة معه أبدا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله أن لا يعذب من لا يشرك بالله شيئا، شيئا يعم كل ما أشرك مع الله من شجر أو حجر أو ميت أو حي أو جن أو إنس أو أصنام أو ملائكة أو رسل أو أنبياء أو أولياء، كل من أشرك مع الله فإن الله لا يغفر لمن أشرك به إلا بالتوبة، إذا تاب إلى الله ورجع إلى التوحيد، أما إن مات على الشرك فإنه خالد مخلد في النار. وقال يوما لعمر بن أبي سلمة وكان غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أمه بعد موت أبي سلمة رضي الله عنه، فكان هذا الغلام يتربى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما حضر الأكل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، توجيهات من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام. وقال صلى الله عليه وسلم لعموم الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فأمر الشباب بحفظ فروجهم، إما بالزواج إن كانوا يستطيعون، وإما باتخاذ ما يضعف الشهوة ويقللها وهو الصيام، خوفا عليهم من الوقوع في الفتنة. هذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته. فهذه وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للشباب، وصايا لهم إلى أن تقوم الساعة يجب عليهم أن يتمسكوا بها. وقال صلى الله عليه وسلم: من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: شاب نشأ في طاعة الله، شاب نشأ في طاعة الله، هذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة. إذا نشأ على عبادة الله ولم تأخذه طفرة الشباب ونزوة الشباب إلى المعاصي، بل تغلب على ذلك طاعة لله، فإنه ينال هذه الكرامة يوم القيامة، لأن يظله الله في ظله يوم الحر الشديد والشمس القريبة من الرؤوس، يوم العرق يظل الله فئام من الناس في ظله، ومنهم شاب نشأ في عبادة الله. وفي الحديث الآخر: عجب ربك من شاب ليست له صبوة، يعني تغلب على شبابه وعلى نزواته وعلى ما يعتري بعض الشباب، تغلب على ذلك طاعة لله عز وجل. الله يعجب له، يعجب منه، لأنه امتاز بميزة
عظيمة، ومعنى ذلك أن الله جل وعلا يكرمه عنده ويرفعه عنده ويحفظه في الدنيا. انظروا إلى قول ابن عباس، إلى قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فإذا عبدت الله وتقربت إليه في حال الرخاء ووقعت في شدة وكرب، فإن الله جل وعلا ينقذك من هذا الضيق وهذه الشدة. ومن هنا يجب على الآباء أن يربوا أولادهم. الشاب ما يصلح إلا بأسباب، وأعظم الأسباب التربية الصالحة. يجب على الآباء أن يربوا أولادهم على طاعة الله وينشئوهم عليها حتى يكبروا عليها ويألفوها وينصبغوا بها. أما إذا أهملوهم نشأوا على الغفلة وعلى نشوة الشباب فيضيعون في المستقبل. ولهذا كان من دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم يدعون لأولادهم وذرياتهم. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وقال زكريا عليه السلام: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. لم يقل هب لي من لدنك ذرية فقط سكت، بل قال طيبة: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. لأن الذرية الطيبة هي الذرية الحقيقية، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا بعد موته، وفي حال هرمه وكبره يبر به ويخدمه ولده الذي رباه ويدعو له: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كما ربياني صغيرا، يدعو لهم على التربية الصالحة التي نشأته على الخير فصاروا سببا في سعادته، فيقابل إحسانهم بالإحسان: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومن هنا يعني العناية بالأولاد، فإن الرجل عندما يريد الزواج يختار المرأة الصالحة، يختار المرأة الصالحة التي من فوائدها وميزاتها أنها تربي الأولاد على الخير إذا كانت صالحة، لأنها موضع البذر وموضع النسل، فيختار تربة صالحة، يختار الزوجة الصالحة. قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. تظفر بذات الدين تربت يداك، اظفر بذات الدين، لا تنظر إلى الجمال، لا تنظر إلى الجمال وحده، ولا إلى المال، ولا إلى الحسب والمنزلة عند الناس، ولكن انظر إلى الدين، لأن الدين يجمع الخير كله. أما غير الدين فقد يحمل المرأة على ما لا تحمد عقباه، جمالها قد يغري بها ويغريها، المال قد يطغيها، الحسب تتكبر به على الرجل. أما الدين فإن صاحبة الدين لا يأتي منها إلا خير، وإذا رزق منها بذرية صالحة فإنها توجههم وتربيهم على الخير. وكذلك يشرع للأب إذا رزق بمولود أن يختار له الاسم الحسن، يسميه باسم حسن ولا يسميه باسم مكروه أو منفر، لأن الاسم له تأثير على المسمى، ولكل من اسمه نصيب كما يقولون.
فيختار له الاسم الحسن. وخير الأسماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله وعبد الرحمن، يعني بأن يعبد لله أو لاسم من أسماء الله كعبد العزيز، عبد الكريم، عبد الرحمن أو عبد الله. خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، يقول عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد الكريم إلى آخره، أو يسميه محمدا أو عليا أو صالحا أو غير ذلك من الأسماء الطيبة، ولا يسميه باسم تنفر منه الأسماء، فإن الاسم له تأثير على السامع وتأثير على المولود وعلى المسمى. ولهذا لما جاء سهيل بن عمرو، لما جاء يصالح النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وهو مشرك، لما أقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم سهل لكم من أمركم، تفاؤلا باسم سهيل. فالاسم الطيب لا شك أنه له تأثير على من يسمعه وتأثير على من يسمى به. وكذلك من حقوق الولد على والده أن يعق عنه، أن يذبح عنه عبادة لله، نسيكة، شكرا لله عز وجل، يذبح عنه العقيقة لأنها فيها تقرب إلى الله وشكر لله، وفيها تأثير حسن على المولود لأن العبادة فيها خير. فيعق عنه، يذبح عقيقة عن الغلام شاتين، ويذبح عن الجارية شاة واحدة. هذا سنة، سنة مؤكدة لها تأثير طيب على المولود. كل مولود مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويسمى. فهذه أشياء، أسباب لصلاح المولود وإجراءات يتخذها الوالد. وكذلك على الوالدين أن ينفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم نحو الأولاد، في قوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم للصلاة لسبع سنين وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. الوالد راع ومسؤول عن رعيته، والأم كذلك راعية ومسؤولة، فعليهم أن يأمروا أولادهم إذا بلغوا سن السابعة بالصلاة ويلزموهم بها، وإن كانت ليست واجبة عليهم ولكن لأن فيها تأثيرا طيبا عليهم ولأجل أن يتدربوا عليها ويألفوها. وكذلك يلاحظونهم في النوم فلا يتركون بعضهم قريبا من بعض لئلا يتدب بينهم الشهوة ويحصل الفساد، فيباعد بينهم في الفرش ولا يتركوهم ينامون في منام واحد. هذا من الوقاية، والوقاية خير من العلاج كما يقولون. ولهذا لما نفذ الصحابة رضي الله عنهم هذه التوجيهات نحو أولادهم نشأ منهم شباب قادوا الأمة في العلم وفي الجهاد وفي التعليم وفي الدعوة، وعلى تربية أولاد آبائهم لهم على الخير. فلا نطلب الصلاح من الأولاد ونحن مهملون لهم، نعمل الأسباب لصلاحهم. أما أننا نطلب منهم الصلاح بدون أن نعمل الأسباب فهذا من الضياع. لابد من الأسباب. إذا كنتم تريدون أن شبابكم ينشأون على الخير وعلى الصلاح وعلى خدمتكم وخدمة الأمة، فاعتنوا بهم واصبروا، اصبروا على ما تلاقون من التعب نحوهم، فإن هذا في سبيل الله. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لابد من الصبر. أما أنك تبي تستريح وتبي ولك يصلح، هذا بعيد. لازم من فعل السبب، ولازم من الصبر والاحتساب وصلاح النية. فإذا فعلت الأسباب الصالحة فإن الله لا يضيع أجر
من أحسن عملا. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. تبعتهم ذريتهم بإيمان لأن آباءهم نشأوهم على الإيمان وعلى الطاعة وعلى العبادة وعلى الخير فاتبعوهم وساروا على نهجهم. في يوم القيامة إذا دخل آباؤهم الجنة ودخل الأولاد الجنة وصار الأولاد في منزلة والآباء في منزلة فإن الله يتكرم على الآباء فيرفع أولادهم، أو العكس إذا كان الآباء في منزلة والأولاد في منزلة أرفع فإن الله يتكرم على الآباء ويجمعهم بأولادهم في الجنة لتقر أعينهم بذلك. تبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. أما أنتم أيها الشباب فعليكم أن تهتموا بأنفسكم، أولا عليكم بطلب العلم، عليكم بطلب العلم، العلم النافع، توجهوا لطلب العلم النافع على أيدي العلماء سواء في المدارس والمعاهد والكليات أو في المساجد، احضروا دروس العلماء المعروفين بالعلم، المعروفين بالعلم، المعروفين بالاستقامة وتقوى الله عز وجل، الخالين من الأفكار الشاذة والأقوال الغريبة. عليكم بالعلماء المستقيمين المتجهين الاتجاه الصحيح، فتلقوا عنهم العقيدة، تلقوا عنهم العلم، تلقوا عنهم الأخلاق والسلوك، تلقوا عنهم المنهج الصحيح الذي تتعاملون به مع أنفسكم ومع غيركم. فإن العلماء ورثة الأنبياء، فكما كان شباب الصحابة يتعلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلمون على علماء الصحابة، فأنتم تعلموا على ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم العلماء. التمسوا العلم عند أهله سواء في الدراسة أو في حضور الندوات والمحاضرات والمواعظ أو في قراءة الكتب المفيدة للاستفادة منها، لا لطلب العلم على الكتب. لا، عندكم طريقتان الآن منحرفتان في التعلم. الأولى التعلم على الكتب بدون العلماء، هذه طريقة منحرفة وكثير من ضل بسببها، لأنه لا يفهم ما في الكتب ويفهمها على غير المقصود لأنها لم تشرح له وتوضح له، أو قد يكون المؤلف منحرفا في فكره أو في علمه فيشحن كتبه بالأغلاط العلمية فيقرأها هذا الشاب الجاهل فيعتنقها. الكتب لا يعتمد عليها، وحتى لو كانت كتبا صحيحة فإنك لا تفهمها على المطلوب. وما ضل الخوارج مع ذكائهم ومع ورعهم ومع تدينهم، ما ضلوا إلا بسبب أنهم انعزلوا عن العلماء واعتمدوا على فهمهم واعتمدوا على أمثالهم، فتلقى بعضهم عن بعض فصاروا ضررا على أنفسهم وعلى الأمة. فهذه نتيجة الانعزال عن العلماء. وأوصيكم أن تشتغلوا بطلب العلم النافع على أيدي العلماء، وأن تتجنبوا الخوض والكلام في الناس والغيبة والنميمة والتجريح والتشهير، فإن هذا شر مستطير فرق شباب الأمة وجعلهم شيعا وأحزابا بسبب الوقيعة في الناس، وليس لهم هم إلا فلان قال كذا وفلان قال كذا. طيب أن تطلب العلم حتى تعرف، أما أن تتخطي الناس قبل أن تتعلم إلا لأن فلان يقول كذا وفلان يقول احذروا من فلان وفلان، هذا ليس بمنهج سليم. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا
إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادم. وكيف تتبينون وتتثبتون إلا بتعلم العلم، تعلم العلم النافع على أيدي أهله المعروفين به. واحذروا أيها الشباب من دعاة الضلال، فإن دعاة الضلال اليوم كثيرون، قد حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وإنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين، الأئمة المضلين. وقال: إنما أخشى على أمتي من منافق عليم اللسان، عليم اللسان، عنده فصاحة وبلاغة ويستطيع أن يروج الشبه ويزيف الحقائق ويلقيها على الناس فيحسبها الجاهل أنها علم وأنها حجة وأنها وهي سراب خادع. فعليكم بالتوجه إلى طلب العلم، وعليكم بتلقي العلم عن أهله المعروفين به، ولا تقتصروا على قراءة الكتب أو على سماع الأشرطة، فإن بعض الناس اتخذوا هذه طريقة للتعلم، يقرأ في الكتب أو يستمع للأشرطة ويقول: أنا أخذت عن فلان من كتابه أو من شريطه. وهذا غلط كبير، العلم يؤخذ عن العلماء، وإنما هذه الكتب هذه معينة ووسيلة تستخدم مع العالم ويسأل عنها ويشرحها ويبينها ويبين الحق من الخطأ فيها. فأنت مثلا لو أردت أن تتعلم الطب، هل إنك تقرأ الكتب الطب وبعدين تطبقها وتعالج الناس من خلال قراءتك للطب؟ فربما تقتل الكثير من الناس بهذه الطريقة، لأنك لست طبيبا وإنما أنت متطبب. وقد جاء الوعيد على من تطبب وهو لا يحسن الطب، هذا في الطب. فكيف بالدين؟ كيف بالعلم؟ كيف تدخل في العلم وأنت لم تتعلم بالطريقة الصحيحة بناء على قراءتك أو على شريط سمعتها أو على قول قيل لك؟ هذا ليس بطريق علم. وإنما نقول تستفيد من الكتب وتستفيد من الأشرطة مع جلوسك عند أهل العلم، وما أشكل عليك مما قرأت أو سمعت تسأل عنه المعلم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا تعتمد على فهمك أو على فهم غيرك ممن هو مثلك أو دونك، بل عليك أن تسأل أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما قال يسأل بعضكم بعضا، قال اسألوا أهل الذكر خاصة. فهذه نصيحتي لجميع الشباب أن يتوجهوا لطلب العلم النافع، أن يأخذوا العلم عن العلماء الموثوقين المعروفين بعلمهم وتقواهم لله عز وجل. قال بعض السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. تأخذ دينك عن جاهل؟ تأخذ دينك عن مضلل؟ هذا لا يصلح. تأخذ دينك عن كتاب؟ هذا كله ما يصلح. لا تأخذ دينك إلا عن عالم تقي. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فخذ من العلماء الذين يخشون الله، علماء ويخشون الله بشرطين: أن يكون عالما وأن يخشى الله. فإن كان عالما لا يخشى الله فلا تأخذ منه، وإن كان يخشى الله لكنه ليس بعالم فلا تأخذ منه. هذا حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لكم ذلك. كان في من قبلنا رجل قتل 99 نفسا ظلما وعدوان، جبار يقتل، قتل 99 نفس ظلما وعدوان، فوقع في نفسه الندم وأراد أن يتوب، فذهب يسأل فلم يوفق لعالم، وجد عابدا مجتهدا في العبادة عنده خوف وورع لكنه جاهل،
اغتر بعبادته وبخشوعه فسأله لأنه أحسن به الظن، قال له إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ قال لا، ليس لك توبة. فغضب عليه وكان قد تجرع على القتل، غضب عليه وقتله، كمل به 100. ثم ذهب وسأل عالما من العلماء فقال إنه قتل 100 نفس ظلما وعدوانا، فهل له من توبة؟ قال نعم. قال العالم نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكنك في أرض سوء، فاذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. أمره بالتوبة والهجرة من مكانه إلى مكان الصالحين، لأن بيئته التي يعيش فيها فاسدة، ولذلك تجرع على القتل. تاب الرجل وخرج مهاجرا إلى البلد الذي أرشده، أو البلدة التي أرشده إليها العالم، فحضرته الوفاة في الطريق، فتخاصمت فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. ملائكة العذاب يقولون إنه لم يعمل خيرا قط، يريدون أخذه إلى النار. ملائكة الرحمة قالوا إنه خرج تائبا، فأنزل الله ملكا يحكم بينهم، فقال الملك الحكم قيسوا ما بين البلدتين، فقاسوا فوجدوه أقرب إلى البلدة الطيبة بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة، قبضته ملائكة الرحمة فدخل الجنة، كله بسبب سؤال هذا العالم. أما العابد الجاهل فأنتم عرفتم ما حصل منه، وهذا فرق ما بين جواب الجاهل وجواب العالم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وش الفرق بين القمر والكوكب؟ القمر يضيء الدنيا، يضيء للناس، أما الكوكب إنما يضيء لنفسه فقط. فالعابد إنما عبادته قاصرة عليه ولا ينفع الناس، أما العالم فنفعه يتعدى مثل ضوء القمر يتعدى إلى الناس. فلا تزهدوا للعلماء، بل عليكم بالإقبال على الأخذ عنهم وسؤالهم ما داموا موجودين فيكم، ولا تعتمدوا على فهمكم أو على فهم جهال أو متعالمين لم يتعلموا على أهل العلم، وإنما تعلموا على أنفسهم أو على أمثالهم، هؤلاء احذروا منهم، فإن طريقتهم طريقة خاطئة، لأنهم أخذوا العلم من غير وجهه الصحيح. والله جل وعلا يقول وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. فالعلم يؤتى من أبوابه ولا يؤتى من أعلاه، يؤتى من أبوابه، ومن شيئا فشيئا، من المسائل السهلة إلى المسائل الصعبة تدرج. أما الذين يأخذون العلم دفعة واحدة ويأتونه من أعلاه، فهؤلاء لا يحصلون على شيء إلا على الجهل والغرور. وليت أن جهلهم وغرورهم يقتصر عليهم، لكن المشكل أنهم يوجهون غيرهم ويفتون ويقولون على الله وعلى رسوله بغير علم بناء على فهمهم الخاطئ. فهذه طريقة سيئة، طريقة التعالم التي كثرت الآن، وزهد كثير من الشباب في العلماء والتلقي عنهم. وترون ما حصل من هذه الفتنة العظيمة، حيث ظهر من يدعي الجهاد ويدعي العلم، أصبح يخرب ويروع ويقتل البلاد. هذه نتيجة الانعزال عن العلماء، لأن هؤلاء شردوا عن العلماء وذهبوا إلى أمثالهم من دعاة الضلال
وأصحاب الفكر المنحرف فغسلوا أدمغتهم ولقنوهم هذه الأفكار. هذه نتيجة الانعزال عن العلماء وعن تعلم العلم النافع، والانعزال عن المجتمع، والانعزال عن جماعة المسلمين وإمام المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان لما أخبره عن الفتن، قال: يا رسول الله، ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم عند الفتن، فهذه منجاه من الفتن. وأما إذا تركت جماعة المسلمين وإمام المسلمين فإنك حينئذ تهلك في الفتن، كما حصل لهؤلاء وأمثالهم. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن أو لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، ونصيحة ولاة أمور المسلمين، ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. لزوم جماعة المسلمين. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين، مع المؤمنين، مع العلماء المخلصين، حتى تنجوا من الفتن والأفكار. عليكم أيها الشباب بحفظ أوقاتكم فيما ينفعكم في دينكم ودنياكم، في طلب الرزق وطلب العلم وبر الوالدين وأداء الفرائض وتجنب المحارم، عليكم بذلك، فإن هذا هو سبيل النجاة. احذروا من ضياع الوقت مع الفضائيات أو مع الإنترنت أو مع الصحف والمجلات التي تجلب الشرور وتروج الأفكار المنحرفة، واحذروا دعاة الضلال الذين يتصيدون الشباب، يتصيدون الشباب ويقتطعونهم من دون أهليهم ودون مجتمعهم، فيلقنونهم هذه الأفكار، فتجد الشاب ينعزل عن والديه وعن بيت أهله، ثم ينعزل عن المساجد وعن الجمع والجماعات، ثم لا يدرى أين ذهب، إلى أن يعلن عنه مقتولا مع المخربين أو مقبولا عليه معهم. هذه نتيجة الإهمال يا عباد الله، وهذه نتيجة أفعال الشباب الذين لم يقبلوا النصيحة ولم يأخذوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين وبر الوالدين وخدمة الوالدين والمحافظة على صلاة الجمعة والجماعة. لما ضيعوا هذه الأمور وقعوا بأيدي أعدائهم فافترسوهم، افترسوهم ولقنوهم هذه الأفكار. وحتى لو بقي من بقي منهم فصعب علاجه، لأنه قد فسد فكره وغسل دماغه، فهو قليل علاجه، مثل المريض الذي أصابه مرض ليس له علاج، مثل داء السرطان أو غيره، بل هذا أشد، فساد الفكر أشد من المرض العضال، لأن المرض العضال إنما يقضي على الجسم والموت لا بد منه، لكن المشكل أن مرض الدماغ ومرض الفكر يقضي على الدين ويقضي على العقيدة، ولا يكون بعده سعادة أبدا إلا إذا من الله على صاحبه وتاب إلى الله، فإن الله على كل شيء قدير. ولكن يصعب أن أمثال هؤلاء يتوبون، لأنه تغلغل الفكر في أذهانهم. والله جل وعلا يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. عقوبة لهم، الله قادر يهديهم، لكنه عاقبهم فحرمهم من هدايته سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم فسقوا عن أمر الله عز وجل، عاقبهم الله. هذه عقوبة، كونهم لا يتوبون ولا يرجعون عقوبة من الله جل وعلا، مع أن الله قادر على أن يهديهم، ولكنه حرمهم الهداية عقوبة لهم. نسأل الله العافية
ونسأل الله أن يجعل من هذه الكلمات اليسيرة أن يجعل منها خيرا وتوجيها سليما إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.